فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: نحن طلاب العلم من خريجي كلية الشريعة، هل يعني كلام المؤلف رحمه الله اتباع الدليل أن نترك التمذهب وأن نجتهد في اتباع الدليل نحن؟ ما قال لك مترك التمذهب، التمذهب الذي عليه دليل لا بأس به، ما قال لك مترك التمذهب وارجعوا للدليل وأنتم لا تزالون طلبة علم ما بلغتم المبلغ الذي يؤهلكم إلى هذه المرحلة، ما قال لكم هكذا. نعم.